أول أزواجك كانت دكتور عادل حسني، واللي طلعت إشاعات كتير وقتها إنكم ارتبطتوا قبل ما تعلنوا ارتباطكم. مظبوط مظبوط. وكذبتي وقلتي لأ. لأ، ما كنتش مرتبطة. هما كتبوا في الجرايد إن إحنا اتجوزنا، فأنا قلت لأ إحنا ما اتجوزناش. إحنا كنا فعلا لسه ما اتجوزناش. أنا مش كذاب. أنا مش كذابة. آه والله. لما اتكتبت في الجرايد كنا بنخرج وبنظهر مع بعض وبنروح وبنيجي وبيشوفونا في العشوات وعنده على المركب وكده، بس ما كناش اتجوزنا. يعني لما اتجوزتي؟ لما اتجوزنا أعلنتي. لا، واتعملت حفلة كبيرة على المركب وصورت ونزلنا غلاف على جميع مجلات مصر. فرق السن بينك وبينه 25 سنة. كان جواز مصلحة. في إيه؟ اديني مصلحة واحدة. في حاجات كتير. زي؟ اشتغل لك منتج. ده اشتغل من ورايا منتج، ده احنا اتطلقنا عشان هو منتج. لا، هو اشتغل لك منتج وانتي اتطلقتي. طيب. عشان غيرتي لما انتج لسهير رمزي من غير ما يقول. طب يبقى كل القصه غلط عشان اصلحها بقى. انا اتجوزت راجل عنده شركه سياحه عظيمه ومراكب والاقصر واسوان وشيء جميل خالص. بعدين بعد مثلا سنتين من الجواز او تقريبا اكتر شويه، حد قال لي ده هو بينتج، عادل حسني بينتج. قلت لهم لا، اكيد عادل حسني تاني، مش جوزي. كان انتج لك وقتها؟ نو نو. فسالته قلت له عادل بيقولوا مكتوب في جورنال ان انت بتنتج فيلم. قال لي انا عايز اخرجك من الوسط ده، وما انا اللي ادخل الوسط، انت بتهزري. فاستغربت. يا جماعه لا، اصحابي كلهم يكلموني والله جوزك بينتج فيلم. في الاخر خالص لما الافيشات بقى هتنزل الشارع، يعني فيلم خلص وخلصت كل مراحله وهينزل بكره في السينمات والافيشات هتنزل، قعد يلف بيا بالعربيه طول الليل عشان ما نتخانقش في البيت. مش عارف يقولها لي ازاي. وبعدين في الاخر اعترف، قال لي انا قلت لك انا ما بنتجش. لا الحقيقه انا انتجت الفيلم ده، بس ظروف واصحابي وضغطوا عليا وكانوا محتاجين حد يكمل الفيلم، فقالوا لي خش شريك معانا. وبعدين في الاخر انا خدت الفيلم، وهو فيلم مره وخلاص. انت مقتنعه ان خبى عليكي ليه؟ هو خبى عليا فعلا. ايوه مقتنعه. ايه السبب الحقيقي انه خبى عليكي؟ عشان هو كان طول الوقت يقول لي انا عايزك تبعدي عن الوسط وتقعدي بقى وتخلفي وتربي عيال. ده كان تفكيره، وانا بقول لا. فهو طول الوقت بيحاول عايز يبعدني عن الفن. بس راجل مراته ممثله ونفسه يبعدها عن الفن. هو عايز يبعدني عن الفن، فهو اللي يدخل الفن، وانا اللي اصلا فنانه. انت جاي لي وانا فنانه، وانت راجل سياحه، انت ايه اللي يدخلك في الفن؟ غيرتي عشان الفيلم لسهير رمزي؟ لا، كنتش عايزه يدخل اصلا خالص في الفن. قلت له انا لو عايزه اتجوز راجل من اهل الفن كنت اتجوزت. مشاكل الشغل بتتنقل جوه البيت لما بيبقوا في كارير واحد، انا مش عايزه ده. سهير رمزي كانت عارفه ان هو جوزك؟ طبعا. وانه بينتج من وراكي؟ ما اعرفش قالها بينتج من ورايا ولا لا، بس على فكره يعني دي كانت سبب طلاقنا اول مره، لانه هو انكر وقال لي لا 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 خلاص. وبعدين نزل اول فيلم واعترف لي، فقال لي هو فيلم مره وخلاص. جيت قريت في الجرايد انه بيعمل تاني فيلم برضه سهير رمزي. الاولاني كان اسمه الخادم، التاني كان اسمه نساء صعليق. عادل انت بتنتج حاجه اسمها نساء صعليق؟ انت مجنونه، انت بيجيبي الكلام ده منين؟ يا سيدي الجرايد كاتبه. قال لا مفيش الكلام ده خالص، ده كلام هبل. فانا كنت في استوديو الاهرام، انا فاكره بصور البراري والحمول، وجالي صحفي ممكن اخد معاكي كلمتين؟ ده انا حظي حلو قوي، ده انا لسه عامل دلوقتي موضوع مع الدكتور عادل حسني، انزلهم بقى الاثنين مع بعض. قلت له انت كنت عنده في المكتب؟ قال لي لا، كنت معاه في استوديو نحاس. ودكتور عادل حسني بيعمل ايه في استوديو نحاس؟ قال لي لا، بالصدفه قابلته في اوضه سهير رمزي، كنت رايحه اعمل لقاء مع سهير رمزي فقابلته. قلت له يعني هو دلوقتي؟ قال لي انا لسه جاي من عنده حالا. عارفه بين النحاس والاهرام مفيش دقيقتين. رحتي جري على النحاس؟ اديتي اللبسه، قلت له دي بس مفتاح العربيه، انا لابسه جلابيه مقطعه البرلين والحمول ده شبشب بلاستيك لايقه على المشهد وخدت عربيتي ورحت على الاستوديو عند باب الممثلين. اه يا عيني، من لقيت عربيه عادل واقفه. حظه كان حلو قوي. عاده سواق، وانا ما كانش معايا سواق ايامها، بس انا ما بروح مكان هو فيه سواق يشوفني يجري جري ياخد مني العربيه يركنها. جري عشان يقول له؟ فهو اول ما شافني نزل من العربيه جري، فانا منتظره جاي ياخد العربيه مني، لقيته دخل الاستوديو عشان يقول له ايه الكابسه. طبعا اوضتها اول اوضه، فانا مشهد سينمائي كده، انا داخله على الاوضه صاروخ بعمل كده وهو بيعمل كده، سواء كان قاله.
فاحنا الاثنين ايدينا على الاكرة من بره ومن جوه في نفس اللحظه. الباب اتفتح لاني في وشه، حط ايده على بوقي لانه عارف المتروليوس اللي هيطلع لقيت باب العربيه، لان هو الاوضه جنب باب الخروج، بس حطني في العربيه. قال لي عايزه ايه؟ خلاص انا كذاب وانا مش عارف اكذب بقى تاني، عايزه ايه؟ قلت له نتطلق. دي كانت اول طلاقه، احنا اتطلقنا مرتين. سهير رمزي سبب طلاقك ولا كذبه عليكي سبب طلاقك؟ لا كذبه، سهير مالها؟ ممثله وحد بينتج لها ليه؟ لا لا مالهاش دخل طبعا، لكن هي فكره الانتاج ان انت بتنتج من ورايا وان انت راجل كذاب. انا بكره الكذب جدا جدا، ومع العلم ان عادل حسني لحد النهارده صديق عزيز وغالي الى اقصى درجه. اتجوزتي ليه؟ انا عايزه اقول يا عادل اني بحكي تاني، انت عارف ان انا صريحه ومش عارفه اعمل ايه. طيب يعني وانا دي وقائع، دي وقائع. اتجوزتي ليه؟ حبيته جدا. بتعرفي تحبي؟ اه بجد؟ اه طبعا عادل حبيته وكنت بغير عليه جدا جدا. وهو كان ده الستايل اللي انا عايزاه، يعني الراجل الكبير العاقل وفي نفس الوقت المحب للحياه، وبيحب يخرج ويسهر ويسافر. واللي معاه فلوس كتير؟ ما كانش معاه فلوس كتير. yeah. عادي، مستوى عادي يعني، مش فقير لكن هو مش راجل غني. الجوازه الاولى جوازتك من دكتور عادل حسني دامت كام سنه؟ 5 سنين. اللي يخلي نجمة في وقتها في عز شبابها ناجحة ومشهورة ومقتدرة مادياً تتجوز في السر؟ مش في السر، احنا بتكلم على الجوازة التانية. جوازتك من رجل الأعمال اللبناني عزت قدورة. الحقيقة هو اللي طلب إن احنا ما نعلنش لغاية بنته ما تتجوز. كان بنته جاي لها عريس وقال لي بس بنتي تتجوز ويعدي الفرح، مش عايز لغط حواليا. انا مش متعود زيكم ان اسمي ينزل في جرايد وصوري وابقى يعني ماده للناس. كان انتوا متعودين على كده. 20. فقال لي انتوا متعودين على كده، ارتباطي بيكي هيبقى غصب عني، هبقى في الصحافه او في البتاع. انا مش عايز الشوشره دي تحصل قبل ما بنتي تتجوز. فقلت له اوكي. قال لي البنت جاي لها عريس ومش عارفه ايه، يعني كان ممكن تتجوز في خلال سنة أو حاجة كده. عشان كده وقتها كدبتي وقلتي لما تسألتي وقالوا لك إنك أنت اتجوزتي قلتي لو أنا متجوزة هخبي ليه؟ وأنت كنت متجوزة. بس ده أنا أصل ده جواز، يعني مش حاجة تشني إن أنا أقول أنا متجوزة، يعني قصدي الواحد بيخبي الحاجة اللي هي حاجة وحشة عاملها فعايز يخبيها، لكن أنا حقيقي في الموقف ده كنت محترمة حتة العيلة عنده وإنه مش عايز بنته يبقى فيه لغط وهو اسمه في الجرايد والصحافة والكلام ده. قال لي لغاية لما البنت تتجوز، أول ما البنت تتجوز خلاص اكتبي بقى زي ما أنت عايزة. ولو إن قال لي أنا أتمنى إن طول عمري ما تبقيش بقى تصوري معايا وتنزل صورنا في مجلات وبقينا نناقش ده كتير. طب إحنا لو قاعدين في مكان وصورونا ونزلونا، طب أنا هعمل إيه؟ مش في إيدي، أنت بتتجوز فنانة. هو كان عنده قلق من الإعلام والصحافة وإنه مش متعود على الكلام ده. ما تعرفش انك انت متجوزاه غير لما اجر حد يشوهك ويرمي عليكي ميه نار. أي. كان مغلول منك للدرجه دي ليه؟ عشان العصمه كانت في ايدي وانا اللي عملت ورق الطلاق. طلب مني انه نرجع تاني نتجوز وتبقى العصمه في ايده وهو اللي يطلقني. بس يعني هو موضوع تافه جدا. هتفرق معاك ايه؟ ان انا اللي عملت ورق الطلاق وما اسمهاش طلقتك، عشان ما فيش حاجه اسمها كده، اسمها طلقت نفسي منك او ان انت اللي طلقتني. في الاخر احنا واصلين للطلاق، لانه هو قال لي البنت هتتجوز في خلال سنه. اول ما عدت السنه، احنا قعدنا مع بعض سنه بالظبط، قلت له البنت ما اتجوزتش. قال حصل عراقيل مش عارفه ايه ايه ايه. قلت له لا، ما هو انا مش هقدر اقعد متجوزه في السر. يعني لو الناس شفنا مع بعض وبنروح وبنيجي وبنقول للي حوالينا، هو مش عايزها بس في الاعلام. فأنا ما قلتش في الصحافة، لكن أنا كل اللي حواليا كانوا عارفين، وكان يجي لي الاستوديو ويقعد معايا ويعزم أصحابي ويعزم الكاست ونروح له لبنان. ويعني بعت حد يشوهك بمية نار بتقولي علشان خاطر مرضتيش إنك ترجعي لعصمته وتخليه هو اللي يطلقك. أعتبر إن ده إهانة للرجولة، إن أنا يعني أنا ما استأذنتوش. ما حسش بالإهانة في رجولته لما طلبتي منه في الأول إن العصمة تبقى في إيدك ووافق؟ لا، هو عارف إن أنا كنت بعجزه عشان عارفة إنه هيقول لأ، وعارفة إن دي مش شخصيته.
طيب جواز في السر وطلاق في السر هتفرق بإيه معاه مين اللي طلق التاني؟ ما هو في السر. أنا مش عارفة الحقيقة لحد النهاردة هي كانت فارقة إيه معاه. أنا قلت له لا، إحنا لو رجعنا لبعض أنا ما كنتش طلقت اللي النهاردة، مش هيسيبني. هو مش قصده كده حباً يعني ولا إيه؟ هو أكتر راجل حبيني في حياتي كلها. وإنتي؟ ما كنتش بنفس القدر الحقيقة، مع إنه كان يستحق، لأن هو أكتر حد حبيني في حياتي بجد. حبيتي جوزك الأولاني أكتر؟ كان أول حب كده فيه فرحة وعادل حياته سلسة، عزت حياته مش سلسة. ليه بتقولي إن هو أكتر راجل حبك؟ هو كان very romantic. أولاً موافقته على حتة العزمة في إيدي دي تنازل منه، لأن أنا عارفة شخصيته هو مش كده خالص، بس هو تمسك شديد بيا، تمسك شديد. الست اللي ما تقبلش العصمة تكون في إيد راجل إزاي تقبل إنها تكون زوجة تانية؟ الحقيقة أنا ما كانش قدامي أوبشن آخر غير إن أنا أكون زوجة، يعني لأن هو حبني جداً، بقت مطاردة، يعني بقيت أنزل أي بلد ألاقيه، معرفش مراقبني إزاي، عارف منين. يعني أنا أفضل فعلاً إن أنا كنت اتجوزته بدل ما كان حصل في أي نوع من الفضايح وأنا مش متجوزاه. اتجوزتي ليه؟ ما حبيتيهوش بنفس القدر؟ لا مش ما حبيتوش بقدر حبه ليا، لأنه هو حبيني حب أنا ما شفتوش في حياتي تاني. عجبك هيبة وسلطة الفلوس والشخصية؟ لا، عجبني حبه ليا، لأنه راجل يعني بقى يقول للناس كلها، يكلم الناس كلها، يعني يقولوا لها أنا بحبها. وهو إنسان حنون، يعني هو إنسان حنون. رجعتي كلمتيه أو كلمك بعد ما حاول يشوهك؟ قلتي له إيه؟ سامحته. هو قالي مش أنا، قالي بس ما أقدرش أقول مين اللي عمل ده، حد يظهر بقى من عيلته أو بتاع، الله أعلم فعلا، بس أقسم لي إنه مش هو خالص ولا يمكن كان يفكر في حاجة زي كده. قلت له أنا مسامحك، بس إحنا ما كناش ننفع نرجع لبعض، والمسألة مش بالإكراه يعني، خلاص. قائمة اللي دخلتي معاهم في صراعات طويلة هيكون فيها كم اسم؟ كتير، بس أنا مش عد، أصل على مدى عمري كله في صراعات طبعا. هتختاري منهم كم اسم هما اللي هيتبروزوا في سيرتك؟ شوفي، كل الصراعات اللي كانت بالنسبة للوسط الفني لشغلي، إن أنا أختلف أنا وزميلة أو أختلف أنا ومخرج، كلها تصالحنا بعد كده ولقينا إيه العبط اللي إحنا كنا فيه ده، المسألة ما كانتش مستاهلة خالص وليه وكده. ما عنديش ولا حد منهم دلوقتي إلا إحنا حبايب، يعني ما اتصالحتي مع فيفي عبده؟ هي ده حبيبة قلبي، دي بقت من أكتر الناس اللي بحبهم في حياتي. اتصالحتي مع نادية الجندي؟ اتصالحنا جداً، اتصالحنا لأن في الفترة بتاعت الصراع دي اتوفت ماما، فجت نادية متأثرة جداً ودخلت عليا العزاء وخدتني في حضنها. من اللحظة دي أنا نسيت وإحنا الاتنين قلنا إيه. لما توفت سعاد حسني الله يرحمها قلتي أنا هعيش نفس النهاية، ما كانش قصدك نهاية الموتة بعد الشر عليكي، ولكن كان قصدك أنك أنت ممكن تدخلي في اكتئاب زيها بالظبط. الكلام ده كان تقريباً في 2004، مرت سنين طويلة ما شاء الله مش شايفة أي بوادر. ما بتشوفينيش وقت الاكتئاب لأني بختفي، بمر بفترات اكتئابية فظيعة، بس وقتها لا هتشوفيني بطلع في برنامج ولا هتشوفيني في حفلة ولا في مهرجان، فمش هتشوفيني أصلاً. بتروحي للدكتور وقت اكتئابك؟ لا خلاص، أنا بعرف العلاج وعالج نفسي وخلاص. رحت زمان، يعني علاجك إيه؟ ممكن تلاقيني مثلاً أخد منومات كتير عشان أنام، عشان ما بقاش عايز أصحى وأفكر، يعني أنا عارفة إيه العلاجات اللي ممكن تعالجني في فترة الاكتئاب، وإن أنا أبقى مع نفسي، يعني مش مع حد. إيه العزة اللي المشاهد حيطلع بيها من سيرتك؟ يمكن هتقوي الستات بالذات، ستات كتير، إن أنت لما يبقى عندك إرادة وطموح هتوصلي للي أنت عايزاه، إن أنت تعرفي إزاي طول عمرك تحافظي على كرامتك، مفيش حاجة تيجي على كرامتك، إن أنت تبقي فايتر في الحياة، محاربة، يعني مفيش حاجة تقف قدامي، يعني دايماً ما بعرفش استسلم. ايه العبرة اللي طلعتي بيها انتي من حياتك؟
أنا ما حدش تعبني في حياتي، أنا اللي تعبت نفسي، وأنا عارفة إن أنا اللي بتعب نفسي. حاولتي تصلحي نفسك؟ ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ عشان أنا بحب نفسي كده. بتحبيها بأخطائها؟ لا، بحبها بالكبرياء ده، بالقوة دي، بالعند ده. بالعند ده، وبإن مفيش حاجة اتفرضت عليا في حياتي، أنا بعمل كل حاجة أنا مؤمنة بيها وأنا عايزاها. مين الأسماء اللي هتتكتب في سيرة إلهام شاهين؟ أكبر اسمه وأهم اسمه، ما يهمنيش أي أسماء جنبه، ماما. لأن ماما دي بالنسبة لي، بصي، تيجي في مكانة بعد ربنا مباشرة. أمي أهم ما في الكون كله، ولا أي حاجة في الدنيا. الله يرحمها. الله يرحمها. أقدر أقول إديتك حياتها كلها، لأن هي ضحت بحياتها مع والدك عشانك. هي عملت لي كل حاجة في حياتي، يعني أمي الحنان والطيبة والنقاء والتسامح والرقة، الجمال كله فيها، الجمال اللي ربنا خلقه في أي إنسان كان فيه، كان موجود في ماما. اللي كانت بتعمله مفيش أي أم تعمله، أتحدى، يعني too much. يعني انت عارفة ماما مثلاً، أنا كان عندي مشكلة في ركبتي من وأنا صغيرة، كنت وقعت على المسرح، كانت حادثة يعني، وقعة كبيرة، فلازم أحط حاجة جل، وأنا بقرف من وأنا صغيرة من أي حاجة بتلزق، كريم، جل، فما حطش. فماما تبقى عايزة تنام، تفضل صحية تستنى لما أنا نام، وبعد ساعة أستغرق في النوم عشان تخش ترفع الغطا بالراحة وتحطيلي الجل عشان أبقى مدروخة نايمة، عشان هي عارفة أن أنا مش هحطه، أو تحطيلي الكريم في إيدي عشان جلدي هينشف وأنا بتضايق وبقرف من الكريم. قلب الأم. إيه ده؟ لا، أمي كانت أوفر قوي قوي. بعدين لا يمكن تنام إلا لما أرجع من الشغل. طب هي بتصحى بدري، أنا ممكن لأ، إن شاء الله أرجع الساعة 4 الصبح، 5 الصبح، تفضل قاعدة حبيبتي بتفقر، بس لازم تشوفني، وتقوم جري، أأكلك إيه؟ أعملك إيه؟ وتبقى هي اللي بتجري، بدل أنا مثلاً ما أقلع هدومي، هي اللي بتلبسني قميص النوم، وأنا كبيرة كده، وأنا ست كبيرة كده، هي اللي بتاخد هدومي بتعلقها، هي اللي عايزة تأكلني، هي اللي عايزة تشربني. مش معقول، مفيش حد بيعمل كده. أنت معروفة إنك أنت ست جدع، الكل لما بيجيب سيرة إلهام شاهين بيقول ست جدع. سؤالي، في حد يستحق النهاردة إنك تردي له اعتباره في سيرتك؟ أرد له اعتباره؟ أنت غلطت فيه، أو حاسة إنك ظلمتيه، أو انتقصتي منه في وقت، أو فهمك غلط في حاجة، عايزة تردي له اعتباره؟ لا، يمكن بابا، إن أنا اشتكيت منه كتير، ما كانش لازم اشتكي منه كتير كده، بس أنا كنت زعلانة فعلاً، لأنه أنا كنت فرحانة بموهبتي وبنجاحي وبمكانتي، وهو ما كانش مديني ده، كان دايماً يحسسني إنه ما تفرحيش إنتي، يعني كأني مش عاملة حاجة كويسة، فكنت بشتكي منه كتير. بس دلوقتي بقول لا، أنا كان لازم أفوت وانبسط بوجوده برضو، إنه لسه في حياتي وخلاص. الله يرحمه. إن شاء الله تتقابلوا بعد عمر طويل في حيوات أخرى. تفتكري حد هيقابل حد هيعرف حد أصلاً؟ أنا عايشة على الأمل ده. ده درافت سيرتك إلهام، اخترت لك صورة من مهرجان القاهرة الأخير وأنت بتكرمي فيه، على مسيرة طويلة. أتمنى يكون أن التقدير في بعض الأحيان بيرفع من روحك المعنوية على العمر الطويل، والوقت اللي ممكن الواحد يحس في الآخر أنه يكون ضاع وما عملش حاجة شخصية تبسطه، مش مهنية. بتكلم بالعكس، الحياة اختيار، وأنا اخترت اللي أنا عايزاه وحققت نجاح فيه، وحققت حاجة أنا سعيدة بيها وفخورة بيها جداً، والصورة دي من اللحظات اللي بتبقى سعيدة جداً في حياتي. فلحظات التقدير دي اللي هو يعني الناس بتقول لي شكراً، أو المهرجان، أو لجنة التحكيم على أعمالي أو على فيلم معين، بتبقى عند الممثل حاجة حلوة قوي قوي. عند أي شخص، هو ده أهم حاجة عندي، أنا ما عنديش حاجة أهم من شغلي. عند أي شخص ناجح وده التقدير مهم جدا بالنسبة بالتأكيد له. بالتأكيد. نسيت أقول لك إن في درافت DVD السيرة، عشان تبقي جداً تفتكري جداً. تفتكري الحلقة، عشان لو عايزين يعملوا فيلم عني هيلاقوا فيه بقى كل بالظبط، هيلاقوا فيه كل حاجة. عنوان سيرتك هتكون إيه؟ الصادقة، لأن أنا صادقة جدا بجد، يعني واضح. الصدق
هو عنوان حياتي، ما بعرفش أكذب لحظة، ده حقيقي. وما كرهش إنسان ما بعرفش أكره إلا الإنسان الكذاب. تهدي سيرتك لمين؟ ههديها بقى مش عارفة، أنا أتمنى أهديها لجمهوري كله يعرف عني كل حاجة، وأهديها للجيل الصغير في عيلتي لأن كلهم حبوا الفن ودخلوا اشتغلوا في الفن، يعني ولاد إخواتي كلهم في الفن، فعشان يعرفوا برضو تاريخ خالتهم أو عمتهم، فبالتأكيد أهديها لهم عشان يعرفوا الحياة مش كلها سهلة، الحياة بنمر فيها بمتاعب كتير وبنتحملها وبنعديها، لأنه دايماً يشتكوا الصغيرين إن الدنيا صعبة والحياة صعبة، فعايزة أقول لا اتقوا، وإن ده عادي، بنمر بأوقات صعبة وبنمر بأوقات حلوة، وفي الآخر اللي عنده طموح وعنده إرادة بيوصل اللي هو عايزه. نورتيني. ميرسي يا حبيبة قلبي، وأنا انبسطت معاكي جدا. وأنا كمان. ميرسي، بتمنى لك كل حاجة حلوة. وأنا كمان بتمنى لك كل الخير. السيرة قرار واختيار، وأوقات غصب عننا إجبار، هي فاتورتك اللي هتدفعها وشلتك اللي محدش هيشيلها غيرك. سيرتك على كل لسان، خلي بالك يا إنسان. تحية مني وفاء الكلينس، وعلى خير. نورتيني. ميرسي يا حبيبي.